كانت فطور ونظفته وزبطته مد يعني سهلت ارضيته، بس والله ارضيته هي مقصوره ولا حاجه والله، وبابه فاتح يعني تيجي حي بتخش، لا يجي اي شيء بخش في جوا عادي. احنا في كورونا في وقت يعني ما صارت كورونا وصار الواحد يخاف، والله صرنا نخاف على اولادنا يعني وين نوديهم، فيش غير مركز غير هو بس الكرمل يعني اللي نروح عليه، واللي فيش عنده سيارة وين يلاقي وين يروح. لما ننزل على المخصوم هذا لقيت سيارة جيب الجيش واقف أو الشرطة بتستني الكفتواني ساعة ساعتين تيروا عن الطريق عن المثال الثمانية تعرف تقطع يعني، لو لا سمح الله واحد فيه كورونا ولا مريض مرض عادي بس أي والله بفرط منك على الطريق. جوزي بروح السبت ويجي الخميس، ببقى خايف يعني يجيب لي عدو من برا وهيك، وبس يعني وين يعني اذا قاعد ما فيش حدا لا يجيب لك لا اكل ولا شرب ولا اي شيء. اذا دول عظمى انهزت فيه كيف احنا بلاش نخاف منه يعني؟ احنا طبعا خفنا وبنحافظ على اطفالنا ما نختلط مع حدا وما حد ما نروح كمان عدم مناسبات ما بطلنا نروحها. وما عندنا وزارة اللي تيجي تسأل، وما عندنا مكان يطلعوا أطباء بالحدود، طلبنا كمان بعيادة، طلبنا أطباء يطلعوا أقل من فيها كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة، ما في. إحنا بدنا تكمل ثلاثة عندي كملوا توجيه بالمطر بحر الشوب، كانوا يروحوا مشي يجوا مشي وعلى يطلع مش على الكرمل كمان.